الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بملك الأردن للاطمئنان على صحة ولي العهد. الموافقة على إقامة 654 مشروعا زراعيا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وضبط تشكيل عصابي بالقاهرة متخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة. موجز الساعة 5 مساء في القاهرة. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا أمس مع الملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، وذلك للاطمئنان على صحة الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد إثر إصابته بفيروس كورونا، معربا سيادته عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية. أعلن وزير الزراعة السيد القصير بأنه تمت الموافقة على إقامة 654 مشروعا على مستوى محافظات الجمهورية كافة، وذلك على مساحة إجمالية بلغت 2643 فدانة، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين. ضبطت الأجهزة الأمنية تشكيلا عصابيا بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع وترويج المواد المخدرة. المزيد في سياق هذا التقرير. بدأت أولى خيوط هذه القضية باشتباه قوة أمنية بأحد الأكمنة المتحركة أعلى الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة المرج في إحدى السيارات التي لاذ قائدها بالفرار لمجرد اقتراب عناصر القوة منه. وبتفتيش السيارة عثر على سلاح ناري ومبالغ مالية وهواتف محمولة ورخصة التسيير. أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة توصلت إلى أن قائد السيارة يتزعم تشكيلا عصابيا تخصص في تصنيع وترويج المواد المخدرة، متخذا من عدد من الشقق السكنية المستأجرة بنطاق محافظة القاهرة وكرا لممارسة هذا النشاط الإجرامي. تم مداهمة هذه الشقق وضبط 5 من عناصر التشكيل بحوزة 17 كيلوغرام من مخدر الفودو وكمية من المواد المستخدمة في تصنيعه وأدوات التصنيع وما يقارب نصف مليون جنيه وسيارة وثلاث دراجات نارية. واستمرت الجهود الأمنية بحثا عن زعيم التشكيل، حيث تم الاستعانة بالتقنيات الحديثة للوصول إليه، ولم تهدأ تلك الجهود إلى أن تم التوصل إلى مكان اختبائه بإحدى الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة ثاني مدينة نصر. على الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وآخر كان معه وبحوزتهما أكثر من 5 كيلوغرامات من مخدر الاستروكس وكمية من مخدر الآيس ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع مخدر الاستروكس ومبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي الذي أقر بممارسته بالاشتراك مع باقي عناصر التشكيل. وتم ضبط سلاح ناري خاص به وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 5 ملايين جنيه. وتؤكد تلك القضية التي تشابكت خيوطها منذ لحظة الاشتباه إلى ضبط الجناه مدى إصرار أجهزة وزارة الداخلية على ضبط الخارجين عن القانون، بخاصة تلك العناصر القائمة على جلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة والتي تمثل خطورة على الاقتصاد والمجتمع لتداعياتها السلبية. تمكن قطاع الأمن الوطني من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الإخوان الإرهابية
والذي يستهدف والمساس بأمن الوطن والنيل من استقراره من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية. وأشارت المعلومات إلى الضلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم. وأضافت المعلومات استغلال الإخواني يحيى مهران لإحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم، حيث وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، عثر على غرفة سرية داخل الشقة تستخدم كخزانة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8,400,000 دولار أمريكية وبعض العملات الأخرى، فضلا عن كمية من الذخائر. هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات. هذا وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلاتها لجهودها لحماية مقدرات الوطن وإجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره. كان هذا موجز 5 مساء من شبكة تلفزيون النهار. دمتم بخير، إلى اللقاء.